سيلفايوس برضه هاي طريقه خالص من مايكرا جزراي والخلاص من دون الموجودين. اكو كثير طبعا شغلات على هاي الفيشل فينومينا والهاي يعني اي شيء اصير شجع انه عندك مصطلح جديد شو علينا بالجوال؟ ايش قد ما احكي ما فهمته شو علينا؟ فيديوهات تعليميه وانيميشن شغلات جدا ممتازه في شغلات كويسه تعليميه انتم ما تسمعها وتعيدها مع نفسك مع عشرات مرات ما تستوعب الفكره مثل ما تعطيها اكثر عفوا المعلومه شو شرط تكون سطحها قبل ما يكون هاي الصفحه العاديه اعتقد على حسب يعني السطح اللي فيه يعني عادي طبعا ما كفي ما كفي تقنيس بالدوام في هاي الظاهرة نفسها ظاهرة المايسل اللي ما أريد أصير إني أنا حد استخدمها يعني كتقليل سوبرفيشال تنشن نفس الوقت أنا أعطيك استفاد منها السيرفاتن في عملية الدوبانية لسه طلع الفيديو أنا عندي مواد بعض الأدوية سوليبلتي ما لا بعيد فيه إحنا ليش درسنا الكاتب سوليبلتي هو في طرق ذكرونه بوقتها وذكرني محمد إنه أنا قلنا اكو افكت مثلا توصل بعدين جينا على البي الدور شغلات جينا عليها هكذا يعني اكو عوامل اخرى ممكن تحسن من الدور يعني اللي من ضمنها حكينا يمكن كان مكتوب ماي سيلز فورميشن يمكن بعدين راح يجي الحديث عنها يعني اكو ترابط بالمواضيع فانا عندي ماده دوبانيه مالها ضعيفه في وسط معين من خلال اليه استخدام السيرفس اكتف ايجنت بيوند كريتيكال ماي سيل كونستريشن هي هاي المادة، بس هاي المادة نفسها تكون هذا الدرج قد يكون انتفايرال أو ما هو انتفايرال لكن تكوين ماي سيل حول هذه الجزيئات يساعدني في زيادة ذوبان في وسط هو ما يتقبل به. فإذا السيرفاتنت أيضا استخداماته أحد استخداماته المهمة زيادة السوليبلتي أوف الدرج من خلال تجاوز الكريتيكال ماي سيل كونستريشن يعني هذا الجراف هو عبارة عن ذوبانية لدواء معين هاي سوليب أو ذوبانية سوليبلتي ضعيفة جدا من تجاوز تركيز المادة اللي انضافت السيرفيس اكتف ايجنت كريتيكال ماي سيل كونستريشن وهي بهاي الحالة زادت الذوبانية لها اللي هاي الكراسي راح تحاوط الجزيئات من الدواء يعني ما عم يصير بس طميت ليش ما تكون؟ اعتقد تصير بهاي الحالة صراحة يعني هم ما كلش مطلع على هذه هي يعني متناولة بشكل أدق ومضبوط بالصيدلانيات المايكروز وتأثيرها على الروانية مال الأدوية احنا بس ناخذ الكونسيبت سريعا بس انا فاهم الكونفيوجن اللي عايز يعطيكم هو ان هل هي هاي الاليه المايسر فقط لحمايه النون بولر بارت واشنو بهاي الحاله عم تنقلب على تصير زياده ذوبانيه مركب معين يعني مثلا اذا صار زياده شلون نتخلص منها؟ نضيف زياده من المحلول حتى يعني يتوازن؟ احنا عم نحكي يعني خليني اقول بس حتى اميز على شغله، احنا عم نحكي عن حالتين مختلفتين. من جهه استخدام السرفاكتن لتحسين ميكسينج اوف تو ميزبل فيسز. يعني انا عندي مثلا دواء هو اويل بس هذا هو الفيس ماله اويل واحتاج انه يكون ووتر حتى يكون مثلا ايديبل. قابل للشرب هذه هوني لا انا احتاج اضيف السرفاكتن تركيز معين ما يتجاوز كريتيكال ماي سيل فقط حتى يحسن لي ميكسينج ما بين الاويل فيس اللي تحتوي الذوبان في الووتر لكن استخدام السرفاكتن بحد ذاته لزياده الماده الدوائيه
solubility of the drug substance. بالتالي هنا دول عفوا ممكن هنا يزداد الهايدروكسيل يعني يكون نسبة أكثر من الهايدروكسيل هذا الفوبل فراح يزيد الدوبامين بالوسط المعنى يعني من عبارة من CMC. لا أنا أعتقد يعني المادة هون المادة اللي عم نحكي عليها المادة اللي غير زي الدوبامينيتا ربما إما هي تكون مادة يعني amplifier nature أو أنا هون يس عندي ما عندي وسطين هون ما عاد أحكي عن وسطين عندي مادة دوائية شغالة لو بس بالووتر ما أويل ما مستخلصة من البلانت مع الأويل مادة أو ما تحتاج أويل نيتشر بس غير ذوب الماء فهون إضافة السيرفيس أكتيف إيجنت بغرض زيادة الدوبانية ما عندي تو فيس الدعم البيانات الميكسين فالحالة عاكسة كأنما أو تختلف عن حالة الميكسين هنا أنا أريد أصل فقط الحد مالي الكريتيكال مايسيل ما أعبوه ما فائدة معمل يعني زيادة عملية الميكسين لكن عندي عمليه دوبانيه لماده في وسط واحد بس انا هون ما عاد احكي يعني اي شيء يخص الانترفيس في نفسه شلون يعني نقول هي ماده اللي ما يتوقف ولا ماده ريفرنس دوبانيه بالضبط ماده ما تكون توافقه لا ولا تقدر دوب الماده بالضبط ماده ما تكون يعني انه ما عندي ماده قليله الدوبان اضيف السيرفس حتى يزيد هاي الدوبان هو راح يعمل له دروبلت حول هاي المادة الدروبلت هاي السطح ماله بولر اللي هو من سيرفس اكتيف ايجنت والانر فيز ماله هو نون بولر متوافق مع طبيعه هاي الماده بس امتزجت على شكل دروبلت يعني دروبلت صغيره جدا مثل اللي حكينا عليها بالكولايد يعني كانه توشع ما اطمش حاله عدم امتزاج وهو المفروض ان الماده اصبحت كانما ذائبه في هذا الوسط يعني اعتقد نوعا ما وصلت لك انا راح نحكي عن شغلتين مختلفتين ولهذا اختلاف طبيعه الهاي عاليه انا اريد اعمل ميكسينج للتو فيسز انا اريد اصل فقط الى الكريتيكال ماي سيل ما اتجاوزه ما اخذ فائده من هون راح تكون لي ماي سيلز ما انا لست يعني ما حاجه اني اعملها لكن عند لو ماده واحده دوائيه او ايا كان في وسط واحد انا اريد اضيف السيرفس اكتيف ايجنت بتركيز يؤدي الى تكوين ماي سيلز حتى يجب هذه المادة اللي تمتزج مع الوسط اللي هي وهم يعني من أنتوا يعني اللي هو واهز يفرع أكثر إذا أكو شيء ممكن يعني تضيف أو معلومة أو معدلها دكتور هني عن الضرية من زيد السوليبولتي يعني الضرية فاير زين أنا إذا أنت فاير أنا راح أخليها يعني الوضع شنو هي الحاجة يعني ما هي حالات عند أنت تحكي عن يعني أعداد مهولة من المركبات الكيميائية عندها واحد تقول أنا أصلاً ما أحتاج كلها عمليه اللي ما أصفين بالهذا كلها أجيب الكوصر كل حالة ما لها ما يناسبها يعني قصدي هم يعني دكتور من تسوي زيادة بالذوبان يعني هي ما تأخذها في فايل أو يعني راح تغير بالنفس وما يعني ممكن ما يصير هي تسوي على شكل دروبليتس inside the face or inside the meeting يفترض بالحال هو اللي ما يصير إيه إذا زيد هم ما حسب يعني نفس هي هم ما حسب لا وطبعاً هو مبدأ واحد ما يتغير بس هنو حيحاول إيش ما هو ليش مع يعني أنت هنو مثلاً عم تحكي على مادة ما مشكلتها هي مشكلة الدوبامين ويعني مشكلة يعني بس بين خلي تطول هنو ما يصير ما تحوط هاي ما أحتاج إلى تحوط هاي المادة أنا ما أريد أصل لها انا ما عاد اعمل هنوك ما عاد اضيف السيرفس اكتيف ايجنت لغرض اداره لغرض الامتزاج شو سوى نفس المبدا هو المبدا نفسه بالحالتين من اعظم تركيز معين اصل الى تكوين ماي سيلز شو تقدر ابي ما في هو مبدا فيزيائي ثابت ما يقدر هسه نكتب هاي اللي هو هاي السيرفاكتن راح تجي مواد راح تمر عليكم تسولوها تجارب عمليه عند رقم HLB number ايش هو HLB number hydrophile lipophile bolus انت لو عرفت مع الزمن راح تعرف معك HLB number لازم تعرف ايش هو HLB HLB هو measure of bolus ما بين الهيدروفوبيك وهيدروفيليك portion من السيرفاكتن يعني احنا هذا رسمناه هكذا arbitrary هذا الرسم ايش قد يعني هاي هو اكو عدة مواد تعمل بالسيرفاكتن اللي ذكرناها البايل السوب مادة الصابون هو سيرفاكتن كنا نستخدمه
ويعمل على تقليل الشد السطحي فتقبل الماء يقدر يتغلغل ما بين هذا ينظف. هاي السرفات انت موجود المواد اللي بالشامبوات وهاي اول ما دعت تكتب هاي لوريل سطريد او مافيت هاي السرفات مواد تقلل الشد السطحي. زين هاي المادة عندي انواع مو مادة واحدة اسمها سرفات عندي مواد. هاي المادة اشقد نسبة النون بولر الى نسبة البولر ايهما اكثر او نسبة هذا الجزء الى هذا الجزء. هاي يعبر عنه ب HLB hydrophile lipophile balance. ليش يهمني هذا الشيء؟ حسب هسه راح شوية اربطه باللي خلينا نتناقش فيه. استخدام السيرفاكتنت مو استخدام واحد لو استخدامات مختلفة حسب نوع الاستخدام اللي انا اغيده اختار اي مادة سيرفاكتنت مو اي مادة لا. حسب ايش؟ حسب ال HLB number إذا أريد استخدمه كمادة High HLB value يعني إيش مو High HLB value اللي higher end of the أعطوها أرقام من الصفر طبعا صفر ما مادة يعني لازم يكون فوق الصفر من الصفر إلى 18 أعتقد تصل إلى 20 هو طبعا رقم بس يعكس نسبة هذا الرقم نسبة هذا الهيدروفيليك بورشن إلى الهاي هاي المادة كل مادة لها رقم span أو توين بيمرون عليكم بعدين مثلا يعني توين 20 توين 18 span 20 هاي القيمة تعكس لي الاستخدام اللي أريد استخدمه. مثلا إذا أنا أريد استخدمه كسوليوبيلايزنج ايجنت لازم استخدام مادة عند low solubility أنا أريد استخدم السرفاكتنت هوني كسوليوبيلايزنج ايجنت. إيه من نوع آخر؟ آخر اللي هو عنده high HLB value ليش؟ نسبة الهايدروفيليك أعلى بكثير من الهايدروفوبيك لأن هذا الأغلب الأغلب يمتزج مع وسط أقويس إنفايرمنت فأحتاج إذا يستخدم سرفاكتن كمذيب لازم يكون عنده هاي إتش إل بي فاليو دي ترجم فيها المواطن عليها المعقمات كل الاستخدام هذا يجب أن تكون هاي إتش إل بي فاليو إلى أويل إن ووتر أويل إن أوف ووتر إن أويل أويل هذولي الثاني يحتاجون إلى High HLB Value. بعدين أقول لكم نجي نشرحها بعدين. Wetting Spreading Agent راح نجي على ظاهرة الويتنج من هذا القادم إن شاء الله. قيمة متوسطة من تقلب إلى Oil in Water أحتاج إلى قيم أقل أو Most Anti-Foaming Agent. فإذا قيمة الـ HLB Value هي تحدد لي نوع الاستخدام ونوع المادة اللي أستخدمها يحدد لي اللي هو قيمة الـ HLB Value الخاصة بهذه المادة. ترى هذا كل سبب يعني بين الصوب وكل هذا فيك يعني تحدد المادة أي مادة ضار انتفاعل عندي سبب هي ما تغير مادة انتفاعل هاي لا أصلا تفقد خاصية